لطالما شكل معرض دمشق الدولي منذ خمسينات القرن الماضي أحد أهم التظاهرات الاقتصادية والثقافية اللي تميزت فيها سوريا، واليوم بيعود هالمعرض بدورته 59 ويقام بالفترة ما بين 17 و26 من شهر آب القادم، أكيد بمدينة المعارض الجديدة على طريق المطار بدمشق. اليوم رح نستحضر أهم ذكريات المعرض مع خبير إدارة المواقع التراثية والأثرية الأستاذ عبد الرزاق الحمصي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. صباح سوريا الحلو. خلينا نرجع شوي بذاكرة لورا لعام 1954 وأول دورة بمعرض دمشق الدولي. أول دورة 1954 لا شك هي كانت دورة ناجحة ومفاجئة نجاحها من عدد الزوار وعدد الدول المشاركة. بس خليني أرجع كثير لورا، فوت أنا بعمق التاريخ. الأسواق الدولية بسوريا نشأت أكثر من 5000 سنة. بإبلة كان في أسواق دولية، وبالوثائق تبع إبلة شفنا الاتفاقيات اللي كانت تعقد بالأسواق الدولية. هلأ برا صار يعني كل دول العالم صار يقول له مو معرض، سوق دولي. والأسواق الدولية كانت بسوريا كتير مزدهرة. بإبلة كان يجي التاجر من جنوب روسيا بأفغانستان يجيب اللابيز لازولي لازورد وياخد معه زيت الزيتون، ويجينا الخشب من لبنان، الأرز أرزاتوم كان يقول له بلغة إبلة، وكمان ياخذوا المفروشات المطعمة بالخشب. كان يصير تبادل تجاري بالأسواق الدولية. حتى كان في مدرسة بإبلة تعلم اللغات الأجنبية لأنه بدهم يتواصلوا مع التجار من كل أنحاء العالم. هي إذا أشينا إبنا، إذا رحنا على العهد المعماري وأوغريت نفس الشيء، بس إذا رحنا على تدمر كان الأسواق واضحة جدا. كان في منطقة اسمها الآجورا، هي تلاقي كانت دائما نشوف في كل جنسيات العالم التجار، وكان في لوحة تعريف الجمركي فيها موجودة، وكان في يصير تبادل تجاري من كل أنحاء العالم. يجي التاجر الصيني والهندي، يجي التاجر الأوروبي، ويجي التاجر من مصر ومن اليمن، وكلياتهم يعقدوا اتفاقيات بالأسواق الدولية اللي كانت موجودة بتدمر كان اسمها الآجورا. إذا بننتقل كمان حتى لدمشق ومراحل لاحقة، هلأ دمشق وحلب وطرطوس وتدمر هدول كانوا مدن مهمة بطريق الحرير. حتى دمشق شهدت كتير أسواق دولية. هي دمشق كانت أسواق، هلأ السوق سوق محلي، بس أسواق دولية هي بتقول لها معرض مثل معرض دمشق الدولي. كان في الإمارية سوق اسمه سوق الهند، يجي تجار من الهند ويجي تجار من أوروبا. يعني سوريا بكل المدن مر التاريخ بدنا نوصل لهالفكرة أنه هي كانت تجمع كل العالم وتكون أسواق دولية، بحيث أنه من كل أنحاء العالم بيجوا عليها تجار وبيصير في تبادل تجاري بهي المناطق. هي الفكرة اللي حبينا. إذا بنرجع لمعرض دمشق الدولي، كمان بدمشق قبل معرض دمشق الدولي شهدت أربع معارض سنة قبل بداية معرض دمشق الدولي، سنة 27 وبسنة 28 و29 و1936. واحدة صارت محل سينما العباسية وبالمدرسة العادلية وبمدرسة التجهيز وبجامعة دمشق. صار أربع معارض، بس الدول ما كانت محدودة، خمس ست دول كانت تشارك فيها، وكانت تشهد تبادل اقتصادي وكان نشاط فيها فني. هدول المعارض فتحوا الباب، يمكن فتحوا الباب ل أول دورة. هلأ هو معرض دمشق الدولي سنة 1954 تتويج للتراكم الحضاري. 1954 صدر مرسوم لإحداث هالمعرض، وكان المفاجأة أنه شاركت 28 دولة 1954، وزار المعرض مليون إنسان. وهذا تحدي كبير أنه المليون إنسان بدون إقامة إطعام، يعني أغلبهم كانوا أجانب وعرب زاروا. من الدول المشاركة دول عظيمة، يعني كان في الاتحاد السوفيتي وأمريكا وألمانيا وبلجيكا، النمسا، رومانيا، كل الدول الفاعله اقتصاديا كانت بالعالم شاركت بشكل فعال، وانعقد صفقات اقتصاديه. هلا في معنا بعض الرموز. عندي وثيقه على معرض 1954، هي مجله بيصدروها المغتربين بالبرازيل. ما اذا بتظهر هي صدرت عام 1954، هي 55 بس بتغطي معرض تبع 1900، هو عدد تماما خاص عن دمشق عن سوريا. هذا من البرازيل ياخذوها. وكان كبار الشخصيات حضروا الافتتاح، كان فيها مشاركين من كل انحاء العالم. وهي المعارض تبع من كل انحاء العالم، يعني 28 دوله بداك الوقت، اعجاز طبعا. وقت بسبب نجاح المعرض صدر قانون انه يكون المعرض دائم. نعم، يعني ومعنا وثائق اخرى. ايه طبعا. هلا اضافه للمعرض دمشق الدولي صدر يا نصيب سنة 1955 ومستمر لليوم.
هاي 1900 بطاقة يا نصيب قيمتها إذا مبينة قيمتها ليرتين، الجائزة الكبرى 20,000. كانوا الفنانين يشاركوا بتصميمها وما زالوا يشاركوا بتصميمها، يعني كمان هون فيها أسرار فيها جمالية، فيها جمالية. والليرتين كانت بهذاك الوقت يعني مبلغ ضخم. إذا كمان بتعرضيها بشوفي. هي يا نصيب 1955 59 59 بدأ يا نصيب بال 55، هي هاي البطاقة 59 بدأ بال 55 مع واستمر لليوم ما وقف. نعم. يعني بالخمس سنين اللي وقف فيها المعرض بسبب الحرب يا نصيب ما وقف، مستمر، هو داعم للاقتصاد، داعم للمعرض وداعم للاقتصاد ومستمر مستمر لهلا. طبعا كان يصدر مع المعرض كثير وثائق مثل طوابع، بروشورات، هي بروشورات وفي طوابع اذا بتعرضون، وفي هاي بطاقات بريدية، هدول الإصدار هاي طوابع، هاي بطاقات بريدية، هاي الإصدار اليوم الأول بوحدة 63 وحدة 61، يعني كمان عمرها شي 57 سنة. يعني في دلالات رموز، يعني كانت مهرجان ثقافي، عن المهرجان مهرجان اقتصادي ثقافي رائع، وتواصل حضاري مع العالم كلياته. وهي دمشق هي من آلاف السنين هي على تواصل حضاري، بتجمع كل العالم. تجمع. يعني هلا كمان بنتذكر بمعرض دمشق الدولي كان هو من المعروف انه كان يتواجد فيه اهم المغنيين العرب، يعني مثل السيدة فيروز وكوكب الشرق والعندليب الاسمر فيروز. وغيرهم. يعني انا كنت احضر كثير فيروز، وحتى كنت طفل مره جمعت هيك كوشه فراطه مخرجيتي، رحت حطيت له اياهم على الطاوله، انا وابن جيراننا، كان حطيت له على الطاوله تطلع فيه هيك اللي بدك تفوت على حفله المهرجان تبع ايه، قلت له ايه، تدخل وقتها مهران يوسف كان مذيع، قال له هدول الاثنين فوتهم ما بدنا ندفعهم. كانوا اثنين كنا يافعين، يعني مو اطفال، يافعين. طبعا مهرجان فيروز، وقت كانت فيروز تغني تصدح بالمعرض مع النوافير، شآم اهلوكي احبابي وموعدنا أواخر صيف آن الكرم يعتصروا، يعني بس يطفوا العنب وبدهم يعصروا ليساووا فين بيز، كانت شرفنا فيروز بآخر الصيفية، كان يصير بأيلول المعرض. يعني فيروز والمعرض كان كتير مرتبطين. الدورات اللاحقة كمان كانت زهرة، يعني صارت كتير رائعة، وكانت تزدهر الاقتصاد السوري، كان يزدهر بفترة المعرض. انا كنت عم اقول له للاستاذ المعد في شغله طريفه كانت تصير معي بالمقالات هون بالوثائق، انه اقتصاد دمشق كان يزدهر 20 ضعف فتره المعرض. انا كانت خرجيتي فرنك، بالمعرض كانت تصير خرجيتي ليره فضه. نفس المقال، يعني هي مقياس على المقال، انه كان يزدهر 20 ضعف فرنك تصير ليره فضه، والليره الفضه على فكره كانت اجار عامل يمياوم ليوم كامل. يعني كانت لقيمة كمان، كان يلي بيميز المعرض منذ القدم كمان القوس يلي كان بتصميمه الرائع على مدخل المعرض، كانوا الفنانين يستنفروا. يعني حتى الجناح السوري كان ينعرض فيه بمدخله لوحات فنية المدخل، وبعدين الرمز الدمشق والسيف الدمشقي هذا صار رمز للمعرض. يعني من حيث الميداليات ومن حيث الرموز، وكان كان في استنفار كامل، حتى الدول اللي كانت تجيب أعمال فنية. أنا من مقتنياتي اللي كنت أخذها من المعرض هي الأعمال الحرفية من كل الدول، خاصة جناح فلسطين كان يجيبوا إيشاني معهم، جناح الهند أخذ أحيانا صناعات سيراميكية كذا، الصين كانوا أخذ عنهم من عملات مطلية بالذهب. عندي مجموعة مقتنيات حرفية، يعني هي بتدلي تبادل ثقافي وتجاري. حتى كان في سوق مهن للسورية وكمان كنت اقتني فيه، كانوا خاصة صناعة الزجاج وتلوين الزجاج اليدوي كان فيه. بس إذا بتسمحوا لي كمان أحكي على بعض الدورات اللي كانت المهمة. نعم. بعد حرب تشرين دمشق كانت تزهو بانتصار، بعد هالانتصار كتير ازدهر الاقتصاد، صار في ثلاث دورات بعد حرب تشرين، الـ 74 و75 و76 قفز عدد المشاركين تقريبا للـ50 دولة بهدول، بالإضافة كان معدل السنوي للزوار 3 مليون. يعني هدول الثلاث دورات ذهبية كانوا. بأي دورة أستاذ كان في أكبر مشاركة دولية؟ بالـ 86 63 دولة 86 كان في، من حيث عدد بس من حيث الدورات الذهبية هن بيوصفوها الموسيقيين إن الدورات الذهبية 74 75 76 بعد حرب تشرين، لأنه الحرب الانتصار دائما بيدعم الاقتصاد، وسوريا عرفت عالميا، وجوا مشاركين.
هلا احيانا نحن بنشوف عدد الدول 50 او 60، بس في شركات احيانا ما بتكون ضمن الدول. كمان هي شركات بكل وكلاء هون بتشارك، يعني اذا بتشوفوا الشركات، مئات الشركات كمان كانت تشارك بالمعرض. نشاط اقتصادي ثقافي وفني، والفن التشكيلي كان كثير بيتطور، كانوا يكونوا مثل دراما، بيعدوا كل سنه برمضان. الفنانين التشكيليين كانوا يعدوا اعمالهم للمعرض. يعني كيف كان السوريين يستقبلوا مع معرض دمشق الدولي؟ فرح. كيف كانت عن جد كيف كان الاجواء تكون فرح. من قبل المشرفين على المعرض وايضا المشاركين وايضا الناس اللي بتروح تزوره؟ هي فرح، كان فرح كبير بالنسبه لنا نحن كاهالي دمشق، كان فرح كبير وازدهار اقتصادي فظيع. يعني يمكن مو بس لدمشق، من كل المحافظات. من كل المحافظات طبعا يجوا. كانت تضج، بعدين ما كان في فنادق. يعني تحدي انه وين بده يكون. بنص السبعينات بداوا يجوا فنادق 5 نجوم لاقامه رجال الاعمال. بتعرفي كانوا التجار يستضيفوهم ببيوتهم لكبار الضيوف. خاصه بيوتهم اللي بالمصايف، في بيوت لائقه يعني جيده كمان. سياحة كمان. هلا ابي كان واحد من المشاركين بالمعارض من الخمسينات. وكانت منتجاته معروضه ضمن المعرض وبمحيط المعرض. يعني من الخمسينات كان يشارك، وكان هيك يعني يستضيفوا ببيوتهم، يستضيفوا الناس ببيوتهم. سؤالك انه فرحه المعرض كانت فرحه عظيمه، عيد كبير كثير وفرحه لا توصف. كنا نروح نستمتع بهالنوافير اللي عم يعني اتفرج على الاعمال الفنيه. انا كنت من وقت بقتني اعمال فنيه، من كثير الاعمال الفنيه خاصه الفنانين السوريين انشهروا من خلال المعرض، واعمال حلوه وفرح ونستنى من السنه للسنه. والصناعيين والتجار يعني انه يجهزوا منتجاتهم طول العام ليبيعوها من خلال فتره المعرض للسوري وللأجنبي وللعربي اللي كان يزوروا المعرض. هلأ يمكن كمان السوريين عم يعيشوا حالة انتظار وهالفرح لحتى يعيشوا بزيارتهم لمعرض طبعا دمشق إن شاء الدولي. الله مع بشاير النصر للجيش العربي السوري المعرض حيكون ناجح إن شاء الله، بس بتمام النصر السنة الجاية إن شاء الله حيكون الدورة 60 السنة القادمة. أنا حقول أنه حتعادل تنافس الدورات اللي صارت بعد حد 20، ولازم نحن نجهز لها من هلأ، نساوي مكاتب ترويج إعلامي خارج سوريا للمعارض، ونساوي معرض وثائقي يعرف بالمعرض قبل المعرض، يكون معرض وثائقي قبل المعرض، يعني نساوي بربيع 2018 إن شاء الله نعرف المعرض وندعي عليه الإعلاميين والعرب والأجانب لنروج، لأنه دائما المعرض لازم نسوق له قبل الحدث. هلا التسويق لا بأس جيد، السفارات عم تشتغل والكل عم يشتغل، ورغم ظروف الحرب نحن بعد 5 سنين ان شاء الله حتكون دوره موفقه. بس انا بتوقع دوره 2018 هي الدوره 60 حتكون قمه ان شاء الله بتمام النصر للجيش العربي ان شاء الله. نحن بنتمنى دائما انه سوريا تضل مزدهره بكل المجالات ويرجع الازدهار لمعرض دمشق الدولي. بدنا نشكرك كثير استاذ عبد الرزاق. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لك استاذ. اما